قيل يلوح الشمال بالربابة ويهتوي نسيم الشتاء ولا يهابة. في عام 1399 للهجرة تم تأسيس فريق الباطن من رجال سموا بحفر الباطن حبا وعطاء حتى سمي من ماء آبارها نابولي الشمال. نابولي الشمال. السماوي كان له صولات وجولات في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين. ففي كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2018 استطاع التأهل للنصف النهائي، إلا أن الخسارة من الاتحاد كانت نهاية الحلم. وعلى مستوى الدوري لعام 2017-2018 استطاع تحقيق المركز الحادي عشر. ونحن اليوم في صدد قراءة حاضره ومستقبله في دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد الجولة الخامسة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، متزعزعا بين الخسائر والتعادل وانتصار وحيد. الباطن في مباراته الأخيرة فوق أرضه وبين جماهيره، إلا أنه بلغة محبيه التعادل كالخسارة، خصوصا من فريق الطائي الصاعد حديثا لدور المحترفين. العناصر الأجنبية في الباطن بين شد وجذب، فالمهاجم الأنغولي فابيو أبرو وبعد نجاحه الباهر في الموسم الماضي إذ كان ضمن الهدافين 17 هدف، ولكن هذا الموسم حتى الجولة الخامسة سجل هدفا وحيدا، ولكن لا زال الرهان قائم أسوة بيوسف الجبلي ومحمد رايحي والعناصر الشابة في الفريق. أما على المستوى الفني فالمدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش لا زالت لم تتضح لمسته على الفريق، فقد استقبل 5 أهداف وسجل 3 أهداف، رغم وجود الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا الذي مثل الحراسة لمنتخب بلاده من العام 2016. نابولي الشمال يخلق العواصف لخصومه تارة، وفي أحايين تختفي نجوميته.